بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في القناة، قناتنا عالم زهرة الأزهار. دائما نذكركم القناة مهتمة بالنباتات وتربية طيور الكناري. طبعا راح نقدم مجموعة من النصائح هكا باش تكون نباتاتكم لبس عليها وبصحة جيدة. اليوم راح نهتم بنقل النبات ونقدم لكم مجموعة من النصائح اللي تفيدكم باش تنقلوا النبات بشكل صحيح وجيد. كما راكم تشوفوا أول شيء نهتم به هو التربة، يعني حطيت التربة، يعني خلطتها تربة رملية مع التربة الرملية مع البيتموس. نبدأ في نقل النبات كما راكم تشوفوا الطريقة، يعني دائما كي نجيبوا النبات من المشتل نحطوه بشكل عادي، ما ننقلوه مباشرة بعد اللي جبناه من المشتل، نخلوه يومين أو ثلاثة إلى أسبوع، يعني هكا حتى يوالف المكان الجديد، لأن نعرف النبات يكون في بيئة مخالفة تماما ممكن للبيئة اللي عندنا الجديدة. شفنا الجذور الحمد لله هي بصحة جيدة. نوجد الاصيص نتاعنا، نحطو قليلا من التربة، فقط قليلا، شوية من التربة. الاصيص ما نحطو اصيص كبير، يكون كبير ياسر، لانه راح يكون واسع على النباتات، النبات ويشد الماء ياسر ويأثر على الجذور. نحطوه يعني يكون مناسب، يعني كل مرة نقعدوا نقلوا النبات لأصيص أكبر فأكبر. أنا هذا الأصيص راح نحط فيه نبتتان. دائما لاحظوا الجذور كيف شكلها، شوفوا عملية النقل، يعني كيفاش نحو من الأصيص. هنا عندنا الكيسان هذو الصغار فقط اني حاطه فيهم النباتات. طبعا انايا النباتات هذه نتوعي، هذا من انتاجي، ما جبت من المشتل، بصح النصيحه اللي نقدمها لاي انسان يجيب نبات من المشتل انه يخليه ايامات قبل ما يدير عمليه النقل. هنايا نحطوا النبات، ثم نديروا غمر التربه، نحاولوا نغطوا كل داك الجزء اللي كان بالكاس، يعني هذيك التربه نتاعت الكاس كامله نغطوها بالتربه الجديده، هكا باش يكون النبات يعني مرتاح والجذور نتاعو ما تحس بالتأثير نتاع التغيير وتنطلق مباشرة في النمو وينمو النبات بشكل صحي ولبس عليه. دائما نجدد لكم النصائح انكم تراقبوا النباتات قبل ما جبتوها من المشتل، كنتجنبوا نكونوا فيها امراض وتعرض يعني تموت لينا ونحصلوا فيها. دائما ايضا بالنسبه للملاحظه اخرى هي انك تهتم بنوعيه التربه، كما قلت لازم تكون تربه خفيفه، ما تجيبوا تربه ثقيله راح تخنق النبات مباشره، راح تخنق النبات. وايضا لو كان نقلت النبات في اليوم الاول راح تعرض لمشكله موت هذا النبات. طبعا هنايا نقوم بسقي النبات سقي غمر، يعني نعمر النبات بالماء حتى يتسرب من الأسفل هذاك الماء، ونخليه ما نسقيه حتى نبدأ نحس بأن النبات هذا يعني عطش. وكيفاش نعرف بلي النبات عطش؟ نحاول نحفر حوالي 2 سنتيمتر، يعني بعد اللي سقيتو هذه السقية نعاود نحفظ 2 سنتيمتر نلقى جفاف نسقي النبات، ولا مباشرة بعد ما نشوف زبول هكا نتاع الأوراق، يعني هكا نشوفها ناعسة ومتدلية مباشرة نسقيها النبات، ومن ثم ننطلق، يعني نعرف أن النبات هذا نسبة احتياجه للماء، يعني نسقيه يومين بيوم ولا 3 أيام بيوم هكا باش يكون النبات يعني النقل نتاعو بصحة وبشكل جيد. طبعا انا عندي نباتات كنت نقلتهم سابقا، راح نوريكم الحمد لله يعني مازالهم بصحة جيدة ونمو ونمو زعما طبيعي بشكل عادي. النباتات هذه وفرت لها يعني المكان، حطيتها في مكان طبعا ظلي، ما هو مكان مشمس، اياكم انكم تحطوا النباتات في الشمس، يعني نحاول نحطوها في مكان الظل حتى توالف تتحسن. رغم انه كنت حدثوا عن الشمس الحارة نتاعنا سواء في الجنوب نتاعنا الكبير في الجزائر،
النباتات ما تقدر تتحمل هذه الشمس الحارقة، لذلك أحسن أن نديروا لها مكان مظلل أو شبه مظلل، يعني نص نص مظلل أو تحت شجرة، هكا باش تعيش النباتات وتكون مرتاحة وبشكل جيد. طبعا الإزهار نتاع هذا النبات مازال يعني في أواخر الصيف إلى بدايات الخريف، لذلك ما نستعجل عليه ونبدأ نقول باغي لازم يزهر، لازم نحطوه في الشمس يدير الأزهار، لأن نعرفه باللي الأزهار تبغي ضوء الشمس باش تنتج. وهذا نكون كملت معكم هذا الفيديو، نتمنى ان المعلومات تكون مفيدة لكم وتطبقوها ان شاء الله وتنجحوا في تجربة نقل النباتات. نتمنى لكم الصحة، نتمنى الصحة لكم ولطيوركم ونباتاتكم، ونلتقي معكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.